انا ما اريد اذكر اسماء واصير مثل ذول طق فلان طق فلان طش. نعم. اريد محتواي 10 نفرات يشوفوني ويحبوني خلاص. نعم. هسه الولد انوف نقول شاب مراهق وحكى زين، انا ارد على زلمه شيبته بيضه حتى اخلاقي ما تسمح، يقول رقاصات مطهرين، الزي العربي زي جدنا واجدادنا وابهاتنا وتاريخ الزي العربي تاريخ ايش كبره وايش قده يعني. زين تعال رقاصه انا اطلع فيديو كليب كمودل، وين ثقافه المودل اذا انا رقاصه؟ المودل شنو اختصاصه؟ يعرض عفويه وجهه؟ انا وافقك بهذا الموضوع مال المودل. طبعا تحياتنا للشخص اللي انذكر، تحياتنا له. انتم يعني ما حبيت تذكرون اسم الشخص، ما أنا ما نتكلم. اوكي الشخص كل صديقي واجمل تحيه له، لكن انا ما اعرف شنو الموضوع امانه اللي دار وليش اطلقوا هذا الموضوع ما اعرف. لربما مرات المقدم برامج يحب انا احب اوجه من كاميرا برنامجك رساله. نعم. للبرامج كاميرتك هذه كل مقدم برامج. نعم. كل ضيف متطلع ببرنامج محترم وعندك متابعين، حاول تحسن اللفظ مالتك. اولا انت لك مشاهيرك ولك متابعينك، غلط تقول رقاصه. وحتى المقدم المفروض يدرس السؤال عدل، لان احنا شباب وجانا صوره الوطن العربي، متابعينا من كل مكان يعني جاي شنو نوصل صوره للشاب العراقي. حتى لازم نطلع الشاب العراقي بالصوره الحلوه. وفيديو كليب على جاسم، كل مشاهير السوشيال ميديا تمنت متواجده يعني. فعلا. وهذا الشيء انا اكو موضوع مهم انور اقاطعك بالخير، سجاد قلت لي انه تريد تحكي عن موضوع على الموضوع نفسه. احنا المقدم ما اريد نظلمه، المقدم خابرني شخصيا. نعم. واعتذر من عندي. نعم. وقدم اعتذار رسمي اول يوم العيد وقال انا جايكم صادفه احنا عندنا ضحيه وناس يمنا. قلت له اخوي اعتذارك مقبول ونسد الموضوع. اها. ايه تمام. تحياتنا لكل الاسماء. بالله. نعم. كل اللي انتقدوا بالله 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 وداعت شباب وما مجبر احلف صادق، كل اللي انتقدوا وانا باربيل دخلوا علينا انا وكريم قدموا اعتذارات وقالوا هذا فيديو اعتذار وما ادري شنو هذا الشيء، ومسحنا الفيديو وسوينا راح ننزل فيديو نعتذر به وتشوعتكم قسما بذات الله. واكثر من 4 انتقادات. تقابلنا استاذ علي جاسم. نعم. قال انتم نجوم روحوا، انتم ما عليكم شايب، انا اعرف اختار من روح بزوتكم.